بسم الله الرحمن الرحيم. قدمت اليوم استجواب لوزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار من ثلاث محاور، طبعا مشروع مناقصة مطار الكويت الدولي. محاور الاستجواب: محور الأول التجاوزات المالية والإدارية وشبهات تعدي على أموال العامة للدولة التي شابت مناقصة المشروع الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي. المحور الثاني التجاوزات المالية والإدارية وشبهات تعدي على أموال العامة للدولة التي شابت ممارسة المشروع الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي. المحور الثالث التجاوزات المالية والإدارية وشبهات تعدي على أموال العامة للدولة التي شابت ترسية ممارسة المشروع الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي. طبعا مناقصة مطار الكويت الدولي احنا تابعناها من بداية من أيام الوزير السابق الإبراهيم، وحقيقة بعد عدة أسئلة وللوزير السابق الإبراهيم عن موضوع تجاوزات في مطار الكويت الدولي، شكل لجنة الوزير الإبراهيم، وبعد تشكيل اللجنة اتخذوا القرار أعضاء اللجنة بالإجماع بإلغاء المناقصة ومناقصة مشروع مطار الكويت الدولي، وذلك طبعا لأسباب كثيرة جدا، ومنها ارتفاع قيمة المناقصة على القيمة التقديرية للمناقصة اللي هي 998 مليون، وكانت المناقصة بفارق 500 مليون دينار كويتي. وألغى المناقصة الوزير السابق اللي هو وزير الأشغال العامة، رغم الضغوط التي مورست على الوزير عبد العزيز إبراهيم، إلا أنه اتخذ قرار بعد قرار اللجنة وألغى المناقصة. وبالتالي بعد استقالة الوزير عبد العزيز إبراهيم تم تعيين الوزير أحمد الجسار، وبدل ما يكمل الوضع السابق بإلغاء المناقصة أيام إبراهيم، قام الوزير الحالي وعمل إعادة المناقصة بين أربع ممارسين، أربع شركات فقط، فخلاه ممارسة بين أربع شركات، وما طرح مرة أخرى مثل ما طالب الوزير السابق عبد العزيز إبراهيم بأن تعاد طرح مرة أخرى ويفتح المجال لجميع الشركات، وبالتالي نحصل على سعر معقول بالنسبة للمناقصة. ولكن في الوزير عهد الوزير الحالي اللي هو الجسار، طبعا اعتبره وزير حالي ما زال لأنه طالع في إجازة، ما عندنا وزير بإجازة الآن، لما قدم الاستجواب أمام خيارين: إما أن يصعد المنصة أو يستقيل. وبالتالي الوزير الجسار عملها بين أربع شركات كممارسة، وحتى في مجلس الأمة تكلم وقال إن إذا الممارسة زادت عن السعر التقديري اللي هو 998 مليون أنا راح أعيدها مرة أخرى مناقصة. ولكن الوزير الجسار قبل فتح المظاريف بيوم زاد هو السعر القيمة التقديرية للممارسة من 998 مليون إلى 1.210 مليار مليون بدون أي موافقات رسمية، لا أخذ موافقة وزارة المالية ولا الفتوى والتشريع، جميع الإجراءات الروتينية الرسمية ما اتخذها الوزير، وبالتالي خذ قرار فردي وقرار مخالف بزيادة القيمة إلى 1 مليار بدون أي اعتمادات مالية، إلى 1.210 مليار مليون. فطبعا المناقصة الممارسة حسنا فيها فعلا شبه تعدي المال العامة، لأن الأسعار انكشفت وأنا صرحت فيها، حطيتها بالاستجواب، انا صرحت قبل فتح المضارب بيوم، فقلت الاسعار ان السعر الان الممارسه راح ترسي على الشركه الفلانيه بالاسم اللي ماكو تركيا ب1.312 مليار. السعر انا اعلنته، انا نائب سعد العتيبي اعلنته قبل فتح المضارب بيوم. شلون وصلني؟ معناته انه في ترتيب، في اتفاق بين الشركات، اللي وصلني انا السعر، انا عضو مجلس يوصلني السعر، شلون وصلني؟ معناته في ترتيب بين الشركات. وبالفعل لما فتح المضاريف طلع السعر مثل ما انا قلته 1.312 مليار. لذلك وكنا فترة صيف، فطبعا أنا صرحت فيها قلت لا يمكن نسكت عن هذا الموضوع، هذا تعدي. لا، وشنو سوى الوزير الجسار؟ كذلك ألغى بنود قيمة هذه البنود تتجاوز 300 مليون دينار كويتي. إذن بما أنك أنت ألغيت بنود، إلغاء هذه قيمتها 300 مليون دينار كويتي، المفروض أن القيمة التقديرية بدل ما هي 998 تكون 698، أنت يفترض. لكن للأسف الشديد طلعت القيمة
مليار 312، إذا الفارق 600 مليون دينار كويتي. فشلون تبين نقبل يا وزير الإشغال أن نقبل بهذه القيمة الفرق 600 مليون دينار كويتي؟ الدليل القيمة الفعلية لمطار الكويت الدولي ما يتعدى 600 مليون. الآن الطيران المدني طارح الآن مناقصة لتوسعة المطار ب 60 مليون دينار كويتي لسعة 2.5 مليون راكب السنة. 2.5 مليون راكب السنة ب 60 مليون دينار كويتي، معناته إذا ضربها بعشرة تطلع 600 مليون حق 25 مليون راكب، اللي هو المشروع الحالي عندهم. المشروع اللي عندهم الحالي لسعة 25 مليون راكب، إذا معناته قيمته الحقيقية 600 مليون. هذا واقع الآن. الطيران المدني كون مو الأشغال، كون الطيران المدني طارح مناقصة حاليا ل 2.5 مليون راكب ب 60 مليون، معناته ال 25 مليون راكب ب 600 مليون، إذا السعر الحقيقي للمناقصة لا يتعدى 600 مليون. شلون صار مليار 312؟ لذلك الوضع مو طبيعي. طبعا بالنسبة التجاوزات كثيرة، تجاوزات كثيرة جدا. نجي الآن مثلا وكيل الأشغال موجهين كتاب حق لجنة المقاصات المركزية وكاتبين محيطكم علما بأن اللجنة الفنية المشكلة لدراسة العطاءات قد قامت بدراسة العطاءات المتقدمة وعددها 4، وأن أرخص العطاءات هو العطاء المقدم من شركة ليماك التركية، وأنه نظرا لارتفاع سعر المقدم والذي يفوق التكلفة التقديرية للمشروع ب 39%، ونظرا لمخالفته بعطائه المقدم للمواصفات الفنية المطلوبة في المناقصة، وبسبب ارتفاع أسعار باقي العطاءات المتقدمة بنسبة تتراوح بين 63% و72% عن التكلفة التقديرية للمشروع، فقد أسفرت دراسة اللجنة بناء على تقريرها المرفق والأسباب الواردة به بالتوصية التالية: إلغاء المناقصة. هذا أيام عبد العزيز إبراهيم، كتاب رسمي دز المناقصات، قال هذه الأسباب لذلك تلغى المناقصة. بعدها سووا الجماعة في عهد الوزير، شكلوا قرار وزاري رقم 46 بإنشاء بتشكيل لجنة لدراسة عطاءات الممارسة. لما صارت ممارسة الوزير الجسار شكل لجنة، حط قرار وزاري رقم 46 بتشكيل لجنة لدراسة عطاءات الممارسة بخصوص إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة نمر الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي. اللجنة طبعا برئاسة وكيل الوزارة وتسعة من أعضاء اللجنة. كم القرار الوزاري رقم القرار 46 اللي هو تشكيل لجنة لدراسة عطاءات الممارسة، اللي يدلك الجماعة أن سلك يبون بس يرسلون المناقصة بأي طريقة بأي شكل من الأشكال. حط تقرير لجنة، حطوا تقرير لجنة لدراسة عطاءات الممارسة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة نمر الركاب الجديد. إيش كاتبين الجماعة؟ قامت وزارة الأشغال العامة بتشكيل لجنة فنية متخصصة من بعض الجهات الحكومية لتقييم العطاءات حسب القرار الوزاري رقم 47، حاطين القرار 47 والخاص بدراسة ممارسة إنشاء وإنجاز وتأثيث. إذن حطوا القرار رقم 47. خلينا نشوف شنو القرار 47 اللي يدلك الجماعة مو دارين عن المناقص أصلاً، ما يدرون، عندهم تعليمات، تعال رسه عطها الشركة التركية. القرار 47 اللي استندوا عليه لجنة المناقصات المركزية واستندت عليه وزارة الأشغال بالترسية على شركة ليماك، شو يقول قرار وزاري رقم 47 اللي استندوا عليه؟ القرار وزاري رقم 47، قرار وزاري يعهد إلى السيد فلان وكيل وزارة مساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بالإضافة إلى عمل القيام بأعمال وكيل وزارة مساعد. يعني قرار وزاري أنت استنت عليه يعهد لوكيل مساعد القيام بأعمال وكيل مساعد آخر، ما له شغل في المناقصة. الدليل أنه ما درسوا أصلاً، لم تدرس. إذن وزارة الأشغال مستعجلين ولجنة المناقصات مستعجلين، والمناقصات طبعاً لجنة المناقصات على كثير مخالفات. لجنة المناقصات في عهد الوزير الجسار لما دزوا كتاب المناقصات في البداية عن المناقصة، لجنة المناقصات رفضوها بحضور وزير الجسار. في نفس اليوم اللي تم الرفض عاد التصويت مرة ثانية ووافقوا عليها. فاللعب واضح. لذلك لما قدمنا هذا الاستجواب، يعني الوزير الجسار ما أمامه حاليا إما أن يصعد المنصة أو يقدم استقالته. طبعا عندنا أشياء كثيرة جدا، هذا أتمنى أنه يصعد الاستجواب أساس نعطيكم، نفند المحاول الاستجواب عن جميع البنود اللي تم إلغاها وعن جميع التجاوزات اللي تمت. يعني أنت وزير سابق، وزير في حكومة عبد إبراهيم، لما يشكل لجنة ويستبعد شركة ليماك التركية بقرار من اللجنة، وصدق وزير الأشغال السابق عبد العزيز إبراهيم باستبعاد شركة ليماك إن ما دش أي مناقصة في الكويت. شو دشت؟ في قرار في لجنة ووزير اعتمد هذا القرار باستبعاد هذه الشركة. شلون قدرة قادر
هذه الشركة المستبعدة تدش مرة ثانية لا وتفوز في المناقصة. لذلك عندنا كثير عن موضوع المناقصة، أنا أعتبرها يعني مناقصة المطار الدولي. يمكن الأخوان لما قالوا لي بالصيف أنت ليش رحت مكافحة الفساد؟ لأنه ما كان في مجال يقدم استجواب في الصيف، ما عندي خيار إلا أروح عشان أوقف المناقصة أوقف البوقة. رحت لمكافحة الفساد وقدمت بلاغ، ولكن لما بدأ مجلس الأمة تفاجأنا بأن الوزير أخذ إجازة. المعلومات اللي عندنا أنه راح يستقيل، قدم استقالته، ولكن أشوف الوزير في الجلسات أنه قاعد يحضر غياب عذر إذا الوزير موجود. وهذا الموضوع حاليا بالنسبة لنا ما نقدر نصبر أكثر من كذي على موضوع التجاوز الحاصل في موضوع مناقصة المطار. لذلك قدم هذا الاستجواب. الآن الوزير الجسار ما عنده خيار إما أن يصعد المنصة ويفند محاول الاستجواب أو يقدم استقالته. شكرا جميعا. لا لا، اللي تكلمين عنه حاليا هذا موضوع يخص وزارة الكهرباء، عنده موضوع حكم وزارة الكهرباء. انا اتكلم عن مناقصة مطار الكويت الدولي، لا ما له شغل مستقيل. بكره اي وزير استجوب قال قدم استقالتك واطلع بإجازة، هذا ما يجوز. الان انت امامنا، انت وزير، الوزير الحالي هو احمد الجسار، وهو الان طبعا طالع في إجازة، ما عنده إجازة. الان لما يقدم الاستجواب دستوريا الوزير ما عنده خيار اما ان يصعد ويفند محاول استجواب او يقدم استقالته. وان شاء الله نتقي معاكم ان شاء الله. تفضل. في إشكالية دستورية؟ ما في إشكالية دستورية. ما ينفع بالوكالة. الاستجواب يقدم الوزير المعني نفسه. كونك تطلع إجازة بكرة إذا بتستجوب أي وزير آخر، إذا تبي وزير معين وناوي تستجوبه تنطر لما يطلع إجازة يوكل لوزير آخر عشان تستجوب. لا، أنت الآن أمامنا، أنت الوزير حاليا، أنت قدمت استقالتك لم تقبل استقالة، إذا أنت الوزير ما عندهم خيار إما أن يصعد أو تقبل استقالته. تفضل. اشتخل العمير، اشتخل العمير في الوزير السابق. لا لا، العمير ما له شغل. انا موضوع الاستجواب، انا طبعا من الصيف وانا قال راح اقدم استجواب بداية دور عقاد، ولكن لما بدينا دور عقاد ما عندنا وزير. الوزير طبعا قدم استقالته ومشي، اتوقع ان تقبل خلال اسبوع. صار اسبوعين حاليا والوزير في 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 في, في الحضور مجلس الامه موجود بغياب عذر. اذا الان ما في، يا يصعد لا يقدم استقالته. وبالتالي حتى لو قدم استقالته واجا وزير جديد، كذلك الوزير القادم يجب ان يلغي هذه المناقصه ويطرحها من جديد. تجاوزات تمت قيمه اكثر من 600 مليون دينار كويتي من المال العام. لذلك احذر كذلك الوزير القادم، ان صعد الجسار راح يشوف ايش راح يواجه في الجلسه، وكذلك ان قدم استقالته الوزير القادم يجب كذلك ان يحسب حسابه في موضوع مناقصه المطار، كذلك مثل ما عمل الوزير عبد العزيز ابراهيم ألغى المناقصة، ويجب أن نطرحها لجميع الشركات عشان نحصل على السعر. أما الفارق 600 مليون لا يمكن أن يقبل. شكرا.